من شنغهاي اتصالنا الدكتور قدرعد الخبير في الشؤون الآسيوية. سيد الفاضل، بعد التحية والتقدير، منطاد مقابلة مقاتلة أم أن في الأمر أغراضا أخرى؟ بالتأكيد هناك مسائل أخرى، لأن المنطاد وضحت طبيعته الصين وخرائط الحركة الهواء معروفة لدى الجميع، في حين أن طائرة المراقبة الأمريكية مآربها واضحة. يضاف إلى ذلك بعض المعلومات التي أشيعت في الإعلام أن الاستخبارات الأمريكية تدعي بأن الرئيس الصيني أعطى أوامر التأهب من أجل غزو تايوان، في حين أن الواقع على الأرض يعني الكل يعرف حزب الكومينتانغ اتفق مع سلطات بكين، وبالتالي لماذا يحتاج البر الرئيسي للعمل العسكري إذا كان حزب الكومينتانغ الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات قد اتفق مع بكين علنا؟ وبالتالي هذه مسألة يضعون فيها الأصابع الأمريكية، لأن المستفيد من كل هذه النزاعات كما مسألة أوكرانيا، المستفيد الأساسي هو مصانع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، وفي هذا الاتصال ما أعلن عنه رئيس الوزراء الياباني بشراء ما يعادل 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن وفد مكون من 5 أفراد زار وفد صيني زار اليابان، ماذا يحدث في هذه المنطقة في تفسيرك؟ يعني النقطة الأولى كما ذكرت، هناك المسائل المالية الأمريكية وأرباح شركات الأسلحة، لهذا نرى هذه الصفقات مع اليابان. ومن ناحية أخرى يعني اليابان تريد الحفاظ على نوع من التوازن، ألا تفقد الصلة مع الغرب وأن تكون أقرب إلى الصين، ولهذا رأينا أن المفاوضات كانت جيدة جدا بين الطرفين، بين اليابانيين والصينيين الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه نرى أن اليابان يشتري هذه الصواريخ الأمريكية، ويضاف إلى ذلك أننا نتذكر أنه من شهر آب وحتى ديسمبر الماضي البنك المركزي في اليابان تتبع وقام بنفس الخطوات التي قام بها البنك المركزي في الصين لجهة بيع كميات كبيرة من سندات الخزينة الأمريكية، وهذا أسوأ ما يمكن أن يعني هذا نوع جزء من الكابوس المالي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عندما قامت به. هذا قرار سيادي ياباني، وهذا ما يؤكد فرضيتي أن اليابان تحاول أن تكسب هنا وتكسب هناك، تضرب هنا وتضرب هناك، على مبدأ أن يأخذ وضعية جيدة وسطية بين الطرفين للاستفادة من الطرفين. ماذا تستطيع أن تقدم للصين على حساب الولايات المتحدة، أو تقدم للصين ما لا ترضاه الولايات المتحدة قدرة اليابان على ذلك؟ قدرة اليابان على أن تقدم ما لا ترضاه الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبح في هذا المجال هامش أكبر للمناورة، لأنه أولا جل ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لليابان كان وعود وأحاديث لا تصرف إلا في الإعلام، في حين أن اليابان كشعب وقوة ناخبة وقوة منتجة بحاجة لأشياء لعوامل عملية تؤدي إلى تعزيز وضعية اليابان كاقتصاد وكسلطات وقدرات مالية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عكس ذلك. لذلك ترى الأحزاب اليابانية وهي بالتأكيد تحسب هذه المصالح بحسب كيفية تحسين ظروفها في الانتخابات، على أساس أن من يكسب ماليا اقتصاديا هو من سيكسب في الانتخابات، وبالتالي المبدأ الأساس هو الحفاظ على المصالح الاقتصادية دون التورط في نزاع يؤدي إلى خلاف كبير مع أي طرف، وبالتالي يجب الحفاظ على العلاقات الجيدة والممتازة مع الصين ودون قطع الخط مع الأمريكيين. طيب، في هذا الأمر الوفد الصيني الذي زار اليابان، أحد خبرائنا تحدث إلينا في إبان هذه الزيارة، قال أن هذا ليس بعيدا عن يد الولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة هي من سمحت بهذه الزيارة. في المقابل الولايات المتحدة في إطار تصريحاتها التصعيدية تشي بغير ذلك، أين أنت من الطرحين؟
بالتأكيد يعني مع كل الاحترام لضيفكم، نعم أنا أعتقد أن لا مجال للقول أن هذا حصل بضوء أخضر أمريكي. منذ ساعات كان هناك المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الصينية، والمتحدثة باسم الخارجية كانت تقول علنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها لا إعطاء الدروس ولا فرض الشروط أو هذه العقوبات، وليست هي النموذج الأفضل، لأن مهما حصل إن كان في موضوع أوكرانيا وإن كان في موضوع كوريا وإن كان في مواضيع أخرى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف أو هي النموذج الأسوأ، وبالتالي السيء عليه أن يتعلم من الجيد وليس العكس. وكانت أيضا تحدثت عن العقوبات الجديدة على بعض الشركات الصينية على خلفية موضوع أوكرانيا، هي قالت أن من يقوم بالتهجم وظلم مصالح الأطراف الصينية أو الشركات الصينية هو أيضا سيتعرض للعقوبات بدوره، والصين لن تسكت إنما ستواجه بحزم الاعتداء على أي نوع من المصالح الصينية إن كانت للدولة أو للشركات أو للأفراد. شاكر لك من شنغهاي عبر خدمة سكايب الدكتور قدر عض الخبير في الشؤون الآسيوية، شكرا لك على هذه المشاركة.